اليوم 29 8 يوم الجمعة 97، احنا مصر بالنقطة الواحدة، وهذه الدول المشاركة: السعودية، الكويت، بلجيكا، انجلترا، هولندا، الامارات، البحرين، قطر، طبعا الدولة المضيفة مصر. هني طبعا الاستراحة حمام، هني طبعا موجود المحكر او اللفت اللي راح توصل فيه الحين. احنا راح نروح هناك على اساس وصول الحمام تقريبا بعد الساعة 10:30، والحين الساعة 10. طبعا هذه اللي قاعدين منطقة فيها او الحديقة، وهني موجودين اوروبيين معانا، ونشوف رد مرة ثانية على المحكر. هذا طبعا رقم واحد، خانة واحد، وهذه خانة اثنين، وهناك يعني خانة ثلاثة. عموما المحكر هذا كله وجايين طبعا من انجلترا وهولندا وبلجيكا، والشباب طبعا موجودين، والبابطين تعبان قاعد يتثاوب. ها اي، وقاد ثراع الباص من الصبح. الوعد اذا ردينا الفندق، الوعد اذا ردينا الفندق. ابو خالد هو واصل، هو بايت هنا من داخل، مو واصل. لا لا لا، خذ راحتك، خذ راحتك. يلا نروح هناك. فين البيان اللي تبعها؟ المحاكاة بس ما صورناها، ان شاء الله نصورها من داخل. نطالع النتيجة وعلى الله. يعني هذه الغرف اللي قاعدين فيها، ظاهر بقعدان هناك تحت الإشارة نصور. طبعا هذه مزرعة ورود أو طريق مال ورود، يسوي الورد. هني طبعا الكمبيوتر مخترب، ما ادري شو في عندنا حجز زايد. العالم قاعده تنتظر، ما ادري شو يسوون. اقول العالم قاعده ما ادري شو يسوون، بس الظاهر راح ياخذون قرار 10 الاوائل الاولى على اساس يحدد النتيجه. يا جماعه هندخل ثلاثه رنجات فتحي، هندخل ثلاث رنجات مش في السبق، فيعني ممكن الثلاث رنجات هنكتب ارقامهم دلوقتي لطلعوا يسحبوا عشان نشوفوا شغال. دخلها تعال بس هتقعد هنا بس. سووا تجربة، حطوا الحجل على اساس يطلع بس الكمبيوتر على ضوها اللي مسجلينهم قبل ثلاث ساعات. لا راح يجربون بعد، راح يجربون مرة ثانية. اشتغل كويس. شوي أربعة اللي عندي. هذا اثنين جو منا. يلا يا عبد الرحمن عنزي. ده بيري.
شوي رد. لحظة لحظة لحظة. يلا العنزي. أقول لك حق. ينزل. صدق دولة لو عندي. اتوقع تجي حمامة تدخل قبل كان حق الهدية اللي وراني راحة واثنين ثلاث حمامات يزلوا سام ما باقي إلا ثلاث أفنك كذا باقي ثلاث بس هم ست اللي جاء الله اتوقع تجي حمامة وتدخل قبل بس رابين جاءوا اثنين ولا اللي راحوا اللي راحوا هذا بيت طبعاً انا منهم كل جنس ذو صتيات يلا هبا انا اللي بتفرج عليهم وهم اللي بيتفرجوا علينا فيك قادر توزن لا لا بس قاعد اطالع بعيني فوق وارد اطالع الكاميرا في واحد ثاني خامس ترى ليش العالم واقفين هنا واحد جوال الاول يجي قبلهم يا يدخل قبلهم اللي جاي ايه هذا بيدخل قبلهم هذا بيدخل قبلهم ما حاب جي واحد شوف اللي شوف جي واحد شوف هذا لا اعتقد مو كامرته دي مو بزواج جذي الله هذه مو بزواج جذي انتبهوا بلدي ذا لحظة لحظة لا حد يقدر هنا عشان ما ينزل شخشخ لازم مش لاقيه يزيد زيد اقول لك مخانتهم زيد دايما خلاص زيد دايما خلاص واحد من 100 واحد من 100 يلا يلا ازرق بس وسجل لا تصورون يا جماعة ترى يرتاعون الحمام. الصورة الكاميرا لا يزرق دخل. نحن نصدق ما ديش بنبى برا. كويت كويت كويت. من هو؟ ننزي انا مرشح اكلنا جوال جوال قال لها يضحك على امي اللي جتك صور قال لها يضحك على امي عمري على هاللم وين 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 راح ما صدت اصد ما صدت هلا بيدخل قال لها يدخل دخل واحد لا ما دخل بس سجل على الحديده هيعمل مشكله دوليه لا هذا هني شوف قلت لك انا هني بهاي وين اثنين قوم كمان قلت لك مكانهم هني مكانهم هني طبوا هناك عارفين كامرتهم دخلتهم عارفين هني لا هذول حمر هذول حمر 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 لا 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 تعبان من العطش لنا 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 الحمر لنا لا فقد واقف على المكتب انزل سجلوا ها سجلوا هني هو لو محرك من اول ذي الصوت حق هذه دخلوا كلهم
نروح حق الحمر نطالع. طالع طالع لي جايين طالع لي جايين من فوق. وين؟ اي لا ما في شيء. بلى طافوا. ها؟ طافوا فوق. الأحمر بلت هاي بلت هاني اللي جايين موجودة طبعا مثلا أني صورتك يوم لا راح يصورون جماعة قاعدين طبعا احنا حاط عزلان اذا تحصل عصاية ولا عود هذه الحديقة المحاكر فيها هذه طبعا مالت صاحب المزرعة اسمه هاني من الحمام مولوته طبعا هاي مو مولوت السباق الحمام التنشر هذه الحديقه قدام المحكار اسمه هاي طبعا حمام السباق يعني عقب الغداء عبد الله السلطان صالح هني ابو خالد مشاورات ولا الشباب على المزاد الظاهر هناك مجموعة من الأوروبيين بلجيكا وهولندا قاعدين تحت هالشارع العودة لأني رايح لهم يبا صورنا يبا هلا هلا تعال 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 قاعد نصور دش هني بهالحديقة الحلوة هذه وهذا صاحبنا من الشباب اللي بيض الوي بنت هاجه ونبي نسوي معاه مقابلة تفضل ابو وائل اللي هو عبد الرحمن العنزي من السعودية من اصحاب شلون صحتك والله الحمد لله الحمد لله بخير الله يسلمك بشرنا عن حمامتك